وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أو راح الوزير تاع الشؤون الدينية يوم المؤتمر العالمي للإفتاء، شفتوه يعني راح الوزير تاع الشؤون الدينية، ما الذي كان يتكلم؟ أتكلم الشيخ الطيب شيخ الأزهر، شيخ الأزهر هذا الذي كان مع مساند الانقلاب، هذه واحدة. يجوز للشيخ الأزهر يساند الانقلاب شرعا؟ وانا نروح اليوم نكون ائمة في الجزائر نكونهم تم عندهم؟ من الذي خطب ايضا؟ خطب مفتي الجمهورية تاع مصر شوقي علام. شوقي علام هذا عندما حكموا بالاعدام على مرسي فك الله اسره وسائر الاخوان وسائر الدعاة، عندما فتح اوراقه الى من ارسلها؟ ارسلها الى هذا المفتي. هذا المفتي اقر هذا الحكم او لم يقر هذا الحكم؟ اقر هذا الحكم، فكيف بواحد مفتي سفاح قتال وزير الشؤون الدينيه تاع الجزائر يقعد ما ويسمع له؟ الشيخ الازهر قتال والمفتي قتال ووزير الشؤون الدينيه نتاعهم قتال. نعم، واقول لك ناخذ الفتوى من مصر قتالي مجموعه من القتله. واخير من الذي جمعهم؟ جمعهم كبيرهم الذي علمهم القتل، السيسي، وتصوروا معاه. نروح ناخذ الفتوى من عند هؤلاء وزيد نقول لهم حاجه، هؤلاء العلماء اللي راهم لو كان كنتوا رجال وعندكم علم روحوا جيبوا الناس اللي عندهم سلاح في الجبال في العالم العربي والعالم الاسلامي وامنوهم على انفسهم وجيبوهم ثم وناقشوهم وديروا بيناتهم مناظره وحوار. جيبوا غير اللي طب اصحابكم مشكلتكم مع هذو اللي جاوا معاكم، مشكلتكم انتم مع هذو الناس الذين صعدوا الجبال وحملوا السلاح. هؤلاء هم يقولوا احنا على حق واحنا هاو الكتاب وهاي السنه وهاي كذا وهاي كذا. عيطوا لهم وجيبوهم وامنوهم على انفسهم، اعطوهم الطيارات وجيبوهم في المجالس ويجيبوا العلماء قال انتم تفعلون كذا ودليله كذا، انتم تفعلون كذا ودليله كذا. اما ان تعودوا الى بعض ما عندهم من حق ويعودهم الى ما عندكم بعض ما عندكم من حق فيلتقي الماء على امر قد قدر. اما انكم ما دامكم تسبوهم هكذا في الفضائيات وتسبوهم هكذا في المجالس والله العلي العظيم ما يسمعوكم. أنا أتكلم لكم على مسألة، ما دام أنت جعلته إرهابي ومكفر وكذا اجلس معاه حاوروا ناقشوا عيطوا روح أنت ألف الطيارة وروح قال عوروني هذا البغدادي نجلس معاه ونديروا حفلة ونديروا كذا أعطي ما هو دليلك وما هو دليلك. قال لا هؤلاء ينبغي أن يقتلوا هؤلاء هؤلاء. لا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما فعل هكذا، ناقشهم وناظرهم. عمر بن عبد العزيز ناقشهم وناظرهم. أول من أسس مناظرة هؤلاء هم هؤلاء الخلفاء الراشدون. هكذا ينبغي علينا نناقش ونأخذ، ربما يكون عنده حق. ومن قال لك بأن كل ما في الفرقة باطل؟